الزكراوي أستاذ القانون العام. صباح الخير أستاذ. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. شكرا لقبولك دعوتنا الصباحية. اليوم حديث التوينسة من جهة فما زيادة في سعر المحروقات، الأسعار، التضخم، ومن جهة أخرى النظام السياسي والقانون الانتخابي والدستور والاستفتاء والانتخابات، وهكذا تمر الأيام في وإحنا ننتظر في هذه المواعيد. أستاذ صغير زكراوي، لا هو المفروض السيد رئيس الجمهورية يجب أن يعود إلى الجادة. يعود إلى الأساسيات. الأساسيات هي ماذا؟ كيف؟ لو شرعنا في حوار منذ يعني 25 جويلية حتى بعد شهر شهرين ثلاثة، كنا ربما قلصنا من أثار وتبعات الأزمة الاقتصادية ووجدنا حلول. أما أن نبقى 8 أشهر ونحن حواراتنا وجدلنا ونقاشنا حول الدستور والقانون الانتخابي، هذا أمر غير مقبول وغير معقول، وعلى الكل أن يعود إلى رجده. أنا لاحظ اللي ثم اليوم مأزق وانحراف بالمسار. أنا دبوي أنا دوري هو رادع أكاديمي، دوري ندافع على البوصلة مصلحة البلاد وليس مصلحة حزب أو طرف أو جهة. لأنه تعرف أستاذ صغير زكراوي أنه في فترة ما كان يقال عنك أنك من مدافعي ومناصري عن 25 جويلية الرئيس قيس سعيد. كيفاش الأستاذ صغير زكراوي يعني غير مواقفه 180 درجة؟ لا ما غيرتش مواقفي، أنا 25 جويلية لو يتكرر أنا معه، واليوم أنا معه، كان أمر لا بد منه، فمش يعني حل آخر سوى 25 جويلية والإجراءات هذيك اللي اتخذها سيد الرئيس الجمهورية. شنو لو تورنو كان بالنسبة ليك؟ لو تورنو اليوم خليك تقول لابد من العودة إلى الرش، شنو تورنو؟ أنا أكدت بما لا يدع مجالا للشك باستنتاجات يعني لا حقائق أن السيد رئيس الجمهورية يستخف بالجميع ولا يعطي قيمة لأي طرف كمؤسسات أو كأشخاص، كأحزاب منظمات أو أشخاص مثلا لا يدافعوا عليه، وهذا غير مقبول. ثم أنه تأكد بما لا يدع مجال كذلك لشك أنه سيد رئيس الجمهورية ماض في تثبيت مشروعه اللي هو مشروع البناء القاعدي، والحال أن مطالب 25 جويلة ليست البناء القاعدي، 25 جويلية كانت يعني إنهاء هذه المنظومة عشرية الهوان والدمار، وبطبيعة الحال معالجة مشاكلنا حياتنا اليومية اللي هي يعني كلفة الحياة وعيشنا قوتنا اليومي، ما أكثرش من هذا قوتنا اليومي. وبعد ذلك لكل حادث حديث، رئيس الجمهورية له مشروعه، ثم مواعيد انتخابية يجب أن يقدمها. أما أن يمرر هذا في نصام أمبي أجنو، أنت عندك صلاحيات الكل، أخلاقيا لا يسوغ لك أن تغتنم هذه الفرصة لتمرر مشروعك الشخصي وتطلق علينا هذا حملة المفسرين. أنا والله لا أناقشها لأنها هذه الأفكار لا ترتقي إلى نظرية، هي أعتبرها هلوسات، ليست أفكار نظرية حتى أتوقف عندها وأناقشها. يعني اليوم أون بلوك جيرفيس، يعني اليوم الأستاذ صغير زكراوي لو دعيت إلى النقاش مع أحد المفسرين هذا المشروع ترفض؟ لا نرفض، نقش فيه. ثم أن هذه الفترة حتى الأوبورتينيتي، هذه الفترة ليست للتجريب، مناش فئران، مناش قطيع. سيد قيس سعيد يعتبرنا قطيع، رأيه هو الذي يسود. خليني نرجع معك، علاش وصلت للقناعة لهذا؟ شنو هو اللي خليك تقول اليوم هذا؟ ثم مؤشرات وحقائق ونصوص قانونية، يعني ما نحكي نصوص قانونية. الشركات الأهلية
رفضوا للحوار. الصلح الجزائي اللي هو جزء منه يمول الشركات الأهلية، هذه اللبنات الأولى لمشروعه الشخصي. أكثر من ذلك، في لما زار ضريح الرئيس وزعيم بورقيبة قال بأنه سيقع اعتماد الاقتراع على الاقتراع على الأفراد في دورتين، في دورتين. كذلك فاجأنا، وهذا أمر غير مقبول، نحن كرجال القانون نرفضه رفضا قاطعا، اعتماد الاستشارة الإلكترونية اللي هي سيتان كاموفلي بور لو بريزيدون، سيتان بولي لأنه حاب يستعملها لتبخيس الأحزاب والأجسام الوسيطة، ويقول أنا أتخاطب مع الشعب وخاطب الشعب وأتواصل مع الشعب مباشرة، فإذا بالحصيلة يعني هزيلة ولا يمكن اعتمادها لأي عقل. 7% لا يمكن أن تمثل وتعتمد كأرضية للحوار. وعلاش نعمله في الحوار وعنا عنا استشارة مال الحوار؟ سيكون شكلي لتوريط لإضفاء مشروعية على مشروعه الشخصي. أنا أعتقد يبدو أنه أنا متشائم بصراحة، أنا متشائم بمصير، وشيء مؤلم ومحزن لما آلت إليه الأمور في البلاد. كانت أضعنا، يبدو أننا أضعنا. إن شاء الله يكون السيد الرئيس يرجع للجادة والأطراف الأخرى تأخذ موقف حازم. شكون الأطراف الأخرى؟ لا الأطراف الأخرى، بعض الأحزاب التي انحازت بصورة يعني بدون مشروطة للسيد الرئيس، وعلى الاتحاد العام التونسي للغول ولكل المنظمات أن تأخذ موقف واضح مما يجري في البلاد. ماذا تنتظر؟ موقف وطني. أنا أنتظر موقف ليس تهديد، يعني موقف باتخاذ إجراءات. ستوب نو باسارانو، لن تمر. نقول لن، على الأقل نسجلوا موقف وخلي هو يمشي في الباساجون فورس. هذا لا يعني أني أنا ننقد المسار، إدارة المسار. السيد رئيس الجمهورية فوت علينا فرصة ولحظة تاريخية، وكانت نجم تكون منعطف تاريخي ممكن نبني عليه. أستاذ صغير زكريا، فما شبه إجماع أنه 25 جويلية كان لابد أن يصير، ما الناس اللي كانوا مساندة للرئيس قيس سعيد أو غير الناس هذوم، أنه 25 جويلية أوقف نزيف يعني. ثم فما تغيير النظام السياسي، فما عديد الأطراف وعديد على رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل، الأحزاب اللي بعديد الأحزاب اللي تقول لابد من تغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي لأنه يتماشى أكثر مع المجتمع التونسي، لابد من تغيير بعض الفصول في الدستور، لابد من تغيير نظام الاقتراع. يعني فما إجماع على هذا. هذا هو المشكل. المشكل احنا مجمعين وقدمنا مقترحات في مكتوبة، في شخصيا في يعني لقاءات صحفية يعني موجودة وفي تدوينات لغير ذلك، وعطينا وين حلول. وين انحرف إذن هنا الرئيس قيس سعيد؟ وش نبان لك اللي أراه؟ شوف، أولا السيد الرئيس أطال مدة حالة الاستثناء إلى سنة غير مقبول، هذه مدة غير معقولة. حالة الاستثناء أنديلي ريزونابل، حتى في الدكتاتور روما قبل كان يسد الشر ويخرج على روحه كمواطن عادي، خارج البلاد بالأزمة ويخرج ولي متعدد. احنا عام ونص يعني توعنا 8 شهور، شنو عملنا فيها؟ ما عملنا فيها شيء. حالة الاستثناء وعندها فلسفتها ومنطق، هي إزالة كل أسباب إعلان التدابير الاستثنائية وهذا الخطر الجاثم، وتهيئة الأرضية لإجراء انتخابات في ظروف عادية. هذا منطق حالة الاستثناء. ماذا فعل السيد الرئيس؟ لم يفعل هذا، اتخذ إجراءات نحو في عوض ننخرط الكل في مشروع يعني وطني من خلال الحوار والتشاركية. السيد الرئيس يريد أن يفرض علينا مشروع شخصي، يعني هذا ماذا يسمى؟ غياب الحوار، هذا ماذا يسمى بالقانون، بالتوصيف القانوني، لا أتجنى على أحد، هذا يسمى انحراف بالسلطة، دي تورنمونت بوفوار، وما نقشش فيها. هذه حقائق قدامنا بالنصوص وبسلوكيات الرئيس. ما معنى أنك لا تستمع إلى أي طرف؟ ما معنى سيد الرئيس راو رصيدك؟ نقول له ليزيو دون ليزيو،
رصيدك الوحيد هو أخلاقي، وأنت بصدد تبديده أنك تغتنم فرصة نصوم أجنو تمرن على مشروعك. هو حتى في البوكس، حتى في الرياضات العنيفة، لما يضع الملاكم يعني ركبة متاعه على الأرض ما عاش تضربه، نصوم أجنو. شنو فينا الفخرة فينا باش نصوم مجنون؟ عشرية الدمار خلاتنا الناس الكل، ثم أن ثم راني ربما كنشوف الأمراض النفسية والاكتئاب وشيء عظيم. وسيد الرئيس منتشي بممارسة هذه السلطة الكاملة بلان بوفوار. يا أخي اعتبرنا. ثم مسائل يا سيد الرئيس أنت لا تفقهها. وهي مثلا أنت مش حكي لي على مركزية يا سيد الرئيس، وين يعرف المسائل هذه؟ ثم مسائل معقدة أنت تحيط نفسك بمستشارين. كيفاش سيد الرئيس ما عندوش يعني طاقم إعلامي؟ كيفاش ما عندوش مستشارين عنده في جميع الاختصاصات؟ كيفاش لتاس مسكرة؟ لتاس مسكرة المفروض تكون راهي خلية تنحل فيها الاقتصاد. وأنا أخجل من نفسي أني كل يوم نحكي في القانون، المفروض أفتح المجال لرجال الاقتصاد هما يعالجوا المسألة ذي. وبعد هذا يعني حتى أنت كرجل قانون تعتبر اللي فما ياسر قانون حديث على القانون في الفترة هذه أكثر من اللازم، أكثر من اللازم. وهذا والله الواحد يحشم ولا فهمتني باش يكون نقولوا احنا ماد وجهه يوميا في الاذاعات وفي البرامج الحواريه حشيكسي. يعني المفروض وانا اتحدث مع زملائي في كليه الاقتصاد، احنا في نفس الكليه طبعا، في وهناك كفاءات ما شاء الله تخرج البلاد، ويلومون سيد الرئيس على ما فعله بالبلاد. راهو بصدد اهدار فرصه تاريخيه، بصدد المفروض سيد الرئيس يعتبر بالمسار يعني مسار في لبنان أخيرا. ونحن يعني نعيش يعني أزمة اقتصادية غير مسبوقة. سيد رئيس منتشي بالحديث عن السيادة، يا أخي ما عادش عندنا سيادة. لما أنت تستنى في الفومونيتير انترناسيونال يرضى عليك ما عادش تحكي على السيادة، ما عادش نحكي على السيادة. ندعو إلى العمل، إلى العمل، لا ننهض إلا بالعمل. لم يدعو بما فيه الكفاية إلى العمل رئيس الجمهورية. هو المسائل الاقتصادية معناتها يعتبرها يعني وكأنها مسائل طرف يعني. المهم يحكي على الدستور وعلى التاريخ. فقط نقطة باش نرجع باش ما تمرش هكيك، أنت قلت ليتاس يعني المعهد معهد الدراسات الاستراتيجية اللي تابع لرئيس الجمهورية. أكيد. يعني مغلق، هو فما شكون على رأسه، ولكن تقول ما يشتغلش بما فيه الكفاية. لا يبدو أنا اتصل بي كان واحد يخدم فيه قال لي سكر بريسك فيه زوز من الناس يعني. أشخاص يعني لا فيه أشخاص وين السيد ثم حتى اللي على رأسه ليست له على علاقة بالمسائل الاستراتيجية. المفروض يكون خليط نحل يدعم السيد الرئيس في البدائل وفي الأفكار. يعني في الوقت هذا ما نحكيوش على تغيير نظام سياسي، ما نحكيوش على القانون الانتخابي. المفروض هذه مسائل تحسم في الأشهر الأولى. بي ما تحسمتش توا سيد. لا يبدو أن أنا أحساسي أن الدستور مكتوب، قانون الانتخابي مكتوب موجود وسترون ذلك، والحوار سيكون. إن لم يعد السيد الرئيس للجادة الحوار سيكون شكل، وربما ستقاطعه جميع الأطراف. ما زال فرصة للتدارك. شنو فما أجال يجب احترم هذا؟ كان فما استفتاء 25 مايو يلزم يكون فما يعني كل شيء واضح بالقانون. يلزم 25 مايو يلزم تخرج ثم النصوص تكون فما هيئة الانتخابات، فما هيئة الانتخابات تغييرها. وفهمتني حل السيد الرئيس معناتها حل برشا ورشات وما سكرهاش. ثم ولات يعني ولايات بدون ولات إدارات. شوف الإذاعة والتلفزة. أنا أعتقد أن السيد الرئيس مطالب إيش سونك سي تروتار لهالدرجة متشيم تروتار لأن ساسورا باكلي مش ندخلوا في الارتجال. كان عندنا 6 أشهر كنا نجم نخرج وراه من حالة الاستثناء. علاش أنا قلت السيد الرئيس خارج من حالة الاستثناء؟ خارج تماما بالنصوص متاعه. مشروع شخصي يجب أن ننخرط الكل في مشروع وطني، ما هوش مشروع السيد الرئيس. عنده انتخابات يتقدم لها، وإذا كان الشعب يصوت له فليتفضل بالنظام القاعدي، مبروك عليه.
وإحنا نحن نقبل الاختلاف، أما أن نغتنم هذه الفرصة لتمرير هكذا مشروع فأخلاقيا غير مقبول وغير مستساغ، وقانونيا كذلك يعتبر انحراف بالسلطة وتفرد بالسلطة، وقانونيا انحراف بالسلطة. شنو معناتها انحراف بالسلطة؟ انحراف بالسلطة أنك يعني أسندت لنفسك صلاحية حكم تفعيل فصل 80 سلطات حتى جول سيزار ما عندوش بلان بوفوار، حتى بالقضاء عنده يعني تقريبا مسيطر عليه، فالمفروض يوظفها في تحقيق الأهداف التي من أجلها منحت لك تلك السلطة، من أجلها منحت لك هذه السلطة وإمكانية. يعني أنت مشيت لأهداف غير الأهداف، مشيت لمشروعك الوطني، والحال أنه كان عليك أن تذهب في أن تنخرط في مشروع وطني، والناس الكل الغريب سيد الرئيس والناس الكل مشيت معاه، أكل اندفاعة أكل لحظة. نحن توا في الموني تايم، لغة الكرة في الموني تايم. يعني شنو هو الموني تايم؟ يعني اللحظات الأخيرة اللي تنجم تدركوا فيها الموني تايم. الموني تايم هو هذه اللحظة. الموني تايم هو شنو نعمل، شنو تنتظر فيها الموني تايم؟ الموني تايم السيد الرئيس يعود إلى الجادة، قلتها برشا، ويفتح للجادة ويفتح حوار بدون شروط. وهل الاستشارة هذه نجم تكون استشارة؟ أتيتر انديكاتيف، ما يقولش الاستشارة. إذا الحوار إذا كان تكون الأرضية ما تكون، ما مش حوار. يجب أن يقبل السيد الرئيس بالرأي الآخر. أنا أنقوده ليس يعني من منطلق اختلاف معه سياسي، لا، من منطلق وطني، وأريده أن ينجح ويرفض أن ينجح، أريده أن ينجح وينقذ البلاد وفي نجاحه نجاح لتونس. سيد رئيس مصر على أنه يدخلنا في لابيرانت ويستنزفنا حتى يمرر مشروعه ويبدو حتى على أنقاذ البلاد. اليوم أستاذ صغير زكراوي، ترى اللي لابد من أن رئيس الجمهورية يدعو الجميع إلى حوار شامل، ولا هو يتحكم في هذا أنه يقصي بعض الأطراف؟ يقصي، هو له كامل الصلاحيات، ولكن ثم أمور معقولة ريزونابل. أي عقل احنا عندنا في القانون اسمه الانستيتيسيون تاع لو بون بير دو فامي، الإنسان اللي يقوم بواجباته العائلية، هو حتى في العائلة تسمع أولادك. أنا أولادي يحتاجوا علي، بعد مرتي تحتاج علي، كي ناخذ قرار ولا نفاجئهم بحاجة كل شيء احنا مانيش موجودين. فسيد الرئيس يعني يجب أن يخاطب الجميع ويكون جامع. هذه الفترة رو شنو هو البريزيدون؟ رو الفصل 72 اللي حكي لي الفصل، سي البريزيدون فيديراتور، فيديراتور يجمع الناس كل، وتجتمع مع من يختلف معك في الرأي، وليس مع بالضرورة مع من يتفق معك. شنو سمع؟ هذا هو الحوار. شنو ترى لازم تكون في المرحلة القادمة؟ ثم كلمة مفتاح أنا مرت مر الكرام لم ينتبه، حتى الأعلام لم ينتبه، واللي سيد الرئيس يقول أكثر مرة أننا دخلنا هذه المرحلة بفكر جديد وبآليات مبتكرة. شنو هو الفكر الجديد؟ هو الفكر القاعدي هذه وبالآليات الجديدة. هي شنو؟ الاستشارة الإلكترونية. أنا ثم بارادوكس، ثم مفارقة، من جهة السيد الرئيس نعرفه حس محافظ، ومن جهة أخرى منخرط في يعني التكنولوجيا الحديثة. هذا احنا مناش الدنمارك اللي هي الرائدة في المجال هذا، هي الاستشارات الإلكترونية. ثم الاستشارة الإلكترونية تجي حول إن بوليتيك بيبليك انسينيمون ا ديستانس، مثلا نقولوا احنا جي تعليم العالي، قلنا باش نعتمدوا الانسينيمون ا ديستانس، وقال لا هي تكون الأساس ولا تكون مكمل. هذا أنك تجي رو، علاش المسألة على غاية من الخطورة؟ لأنه أحنا في لحظة متاع إبرام معقد اجتماعي اقتصادي سياسي. نرجع لمثال شارل دوغول اللي هو بيدو استعمل الاستفتاء باش يغير الأوضاع. لا، الاستفتاء ينحرف، يمكن أن ينحرف إلى بليبيسيت، هذا معروف، الأدبيات يمكن حرف إلى بليبيسيت. هو سيد الرئيس يريد أن ربما يوظف رصيده، والذي يدرك سيد الرئيس أنه تآكل
بحكم تآكل القدرة الشرائية. استطلعت الرأي تعطي لرئيس الجمهورية أرقام يعني متقدمة ومازال عنده ثقة التونسيين؟ لا أعتقد، إن شاء الله أنا ما نتمنوش يفقد هذه الثقة، ونحن احنا ما زلنا نأمل في أنه عودة إلى الجدة إلى الأساسيات. دونك أنا نعاود رو نصوم اللحظة هذه رو نحن بصدد إبرام عقد اجتماعي، لما تقول دستور جديد منوال تنمية جديد، عقد اجتماعي جديد، قانون انتخابي جديد، كل يعني يعني أنت اليوم أستاذ صغير زكريا تقول يمكن حتى الحديث على قانون الانتخابي على الأفراد في دورتين، يعني وكأنه هذا يجب يجي بعد أنه يتم جمع كل الأفراد. أكيد، ولا ما ثم نتحدث، ثم نتحدث، يعني لا تريد الحديث لا على النظام السياسي لا الانتخابي، ما مدى ما فماش حوار؟ لا لا يمكن، لا يجوز، سي اون مالادريس دو لا بار دو بريزيدون، انو دو لا كو دو لانونسي سي اون مالادريس، يعني سي اون مالادريس، وانك تقول تجي تقول شنو معناتها، ما تحط امام، يحط فينا امام الامر المقضي، ها وهذا فهمتني، وهذا شنو هذا؟ سي الباساج اون فورس، لانه إلي اون تران دو نو زوزي، استنزفنا استنزفنا مورالمون، الانسان ما عادش يتحمل، فهمتني، فيقول لك خليه شمنا فيه شمنا فيها، لا احنا نقولوا لا، هذه الافكار وهذه المشاريع لا يجب ان تمر، لانه احنا ناس بعقولاتنا، ثم ان هذه الفتره ليست للتجريب، ليست للتجريب، نحن تعتمد الوسائل التقليديه اللي الناس الكل تستعملها لما يكون ازمه وخلاف، اللي هو الحوار، ما فيش يعني شنو انا، ولماذا تاخير يستقبل الناس وينسى الحوار وينساق في مسائل جانبية لا تنفع الناس. الحديث عن السيادة، أنا نسكت نحشم على روحي باش نحكي على السيادة، لا يجب أن نحكي على السيادة، وكل بلاد تدافع على سيادتها، لا بالطريقة هذه اكتسب مقومات القوة، وأتحدث بعد ذلك عن السيادة، أخرج من الأزمة الاقتصادية ووجد البدائل، وبعد ذلك تحدث عن سيادتك، أدعو شعبك إلى العمل والعودة كخليط نحل، ونحن مستعدون. أنا اللي ما يحز في نفسي هو أن تونس تعجب الكفاءات، احنا نصدروا في الكفاءات ونعيش أزمة إدارة شؤوننا العادية اليومية، مفارقة كبيرة، يعني مفارقة كبيرة معناتها تخليك تعيش أزمة يومية نفسية، وكل نعيش حالة يعني حالة تقريبا ولينا أنكا في تونس، أنكا تونس ولت حالة. نسألك مباشرة أستاذ صغير زكريا، هل أنت مع تغيير النظام السياسي لنظام رئاسي؟ لا أنا مع التغيير بطبيعة الحال، جربنا النظام فو متر دي غارد فو، اجتماع أول نظام رئاسي ب نظام يعني رئاسي يعني ب دي كونتر بوفوار، الأحزاب تلعب دورها، الأعلام يلعب، لأنه النظام السياسي ليس فقط السلطة الدستورية، الرئيس والحكومة والبرلمان، لا هو ستانيكو سيستام اللي هو الأعلام، اللي هو احنا الرأي العام، المحكمة الدستورية طبعاً. اللي المفروض لو كانت المحكمة الدستورية موجودة ما كانش تقع المشاكل الكل، كانت ربما تعمل أمورتيسور أمورتير لكريز، هي ما لعبتش دورها وانقلب السحر على الناس اللي اليوم يحكيوا على انقلاب، لأنه هما كانوا أساس في تفعيل الفصل 80. أنا مع نظام رئاسي، يعني ما ندخلوش تفاصيل، من نظام رئاسي وليس رئاسوي، وليس على مقاس أي شخص بما فيهم السيد الرئيس قيس سعيد، نظام رئاسي يوفر الاستقرار للرؤساء القادمين، هكذا أتصور، وكذلك تغيير النظام الانتخابي للأفراد. كيفاش تراه أنت؟ طريقة الاقتراع تنجم تكون ولما لا، ولكن ندرسها على الأفراد، على دورتين، رغم تخوفات بعض زملائك من أساتذة القانون الدستوري. لا، في تخوفات مشروعة، يعني أنا واحد من الناس عندي وجهة نظر نقدية إزاؤه، لأنه معروف أنه موجه بالأساس ويخلق الوجهات اللي موجودة في المنطقة، عروشية قبلية، كذلك يقصي الشباب ويقصيكم أنتم، يقصي المرأة، يعني هذا معروف، يعني احنا سيتان ركول بالنسبة للنظام الواحد،
للنظام السابق يعني على القائمات وأكبر البقايا أكبر البقايا لأنه ولكن يمكن هذا ما يعطيش في البرلمان قوة سياسية نجم تعمل لأنه يتصور الأفراد لأنه ها وش شنو يتصور في السيد الرئيس. السيد الرئيس هو يقول لك أنا في كل حالات سأشكل سأبني نظام سياسي رئاسي يشكل فيه رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة وبالتشاور يكون حكومة وبالتشاور مع السيد الرئيس يعني. ونجم حتى يقول لك أنا نسميها السيد الرئيس بحكم أنه توا يسمي في الناس الكل يعني نجم يقول لك نظام رئاسي وكأنه يكون فيه أنا في تصور يكون فيه قطب الرحاة حجر الزاوية هو الرئيس لكن لا يجب أن يكون هذا في تصور النظام الرئاسي. لكن أنا نكرر تخوفي كذلك من النظام الاقتراع على الأفراد اللي يروا فيه مساوى كذلك. ولكن هذه مسائل تناقش. أنا نجم يكون رأيي هذا وغيري هو يتبنى النظام هذا ولكن المسألة هذا في الحوار هذا يجيش السيد الرئيس يعني يقول مش نتبنى شنو هو الحوار مش تحاوروا حول ماذا تحاوروا حول ماذا سيكون الحوار شكلي بما أن الاستشارة الإلكترونية فيها كل المسائل هذه ومن حسن حظنا أن الاستشارة فشلت لهالدرجة يعني؟ آوي لو كان شاركوا 3 ملايين أو 4 ملايين في الاستشارة واعطوا آرائهم بطريقة مباشرة وكل واحد يبدو أن البعض لم ينتبه إلى هذه المسألة. الاستشارة طوميو بورنو علاش؟ لأنه أعتقد أن السيد الرئيس كان يريد أن يستعملها أن يتخاطب ويتواصل مباشرة مع الشعب واعتبرها قراءة سليمة يتواصل مع الشعب ويعتبرها بين معقفين نوع من البيعة تعطيه كارت بلانش يعني من حسن حظنا أن الاستشارة كان ضعيف والمفروض السيد الرئيس هنا يقف يقول يعتبر يستخلص الدروس ويقول راوي نجم الاستفتاء تكون كذلك نسبته هزيلة وضعيفة ولا يكون لك مشروعية وليس شرعية لا يكون لك مشروعية لإدارة البلاد. خلافنا مع السيد الرئيس اليوم ليس مع 25 جويلية الذي أباركه من جديد ويظهر لي الناس اللي تعتبروا انقلاب هما الجزيرة و400 ألف شخص اللي يمشيوا للمسرح واللي هما بيدهم يدعوا الى العوده الى البرلمان والى لا اعتقد يعني اضغاثوا احلام فالسيد الرئيس يعني مدعو الى العوده الى الاساسيات كما قلت في هذه المسائل ويعني يمكن ان نتدارك ميسي ان بو تار ساسورا باكلي يعني يعني تخوفك وهاجسك أنه اليوم يمكن يجتمع أكبر مكونات المجتمع السياسي والمدني لإيجاد تصورات تكون جامعة فيها نوع شبه إجماع خلينا نقوله ولكن تخوفك أنه تكون معمولة بطريقة متسرعة لا سأسربك لي الدستور مكتوب أعتقد أنه مكتوب دستور موجود مكتوب وهو حسب يعني ما تتصور أنت هو دستور جديد أو دستور في 14 في تنقيحات شنو تصورك؟ وارد السيناريوهات زوز وردين ممكن أنه يكون معناتها ريفيزيون بروفوند يعني تعديل عميق للدستور تتصور مع من يعني حراره رئيس الجمهورية؟ لا أعتقد أنه أنا اللي ينخرط في مثل هذه اللي يخدم مع ترافاي ستوران هذا ما يعتبر كأنه كناتري اللي يخدم تحت الطاولة بدون نور. سيد رئيس الجمهورية أعلن عن تكوين لجنة هو أنا اللي لفت انتباهي قريت التعديل قريت الأمر المتعلق 117 وقريت الفصل 22 اللي يقول رئيس الجمهورية يعد المشاريع الإصلاحات كذا بالاستعانة هذا لا يقل هو مفروض اللجنة تعد تحت إشراف على الأقل أما أنه رئيس يكتب النصوص وهذا اللي وقع لا يليق بتونس معناتها لا يليق اننا نعامل كقطيع لا ان بو ترانسبارانس شوف باش ندخلوا الديمقراطيه ندخلوها باليات ديمقراطيه بالشفافيه الشفافيه شنو انت اعلنت على تركيبه لجنه يا خويا هاك قدامك رجال القانون عيطوا لهم قول لك اكتب دستور وين البروبليم
أما أنك تفاجأنا بنصوص ونكتشفوا شوف سمع نكتشفوا النصوص هذه ما فيهاش الأدنى القانوني بوينت فيو ليجيستيك وأخطاء وشنيعة من اللي يليق حتى في وجهنا كبلاد. يا أخي ثم كفاءات، لماذا أنت لا تدير حتى هذه العائلة لا تدير بهذه الطريقة؟ فما بالك بدولة تديرها بهذه الطريقة ونتفاجأ بنصوص فيها أخطاء إلى غير ذلك. كذلك فما بالك بالدستور. أنا والله أي رجل قانون يقبل أن يعمل في مثل هذه الظروف يعني يتيح من عيني. عيت على الناس رجال القانون عندك فيهم ثقة يختلفوا معاك على الأقل واخدم معاهم. هذا مشروع وطني ما هوش مشروع شخصي. شكرا لك أستاذ صغير زكريا، كنت ضيفنا اليوم في الماتيليا.